Thank you.
كده وعلي الناس واقف. عرفت حزينة كئيبة؟ نعم هو كذلك يا ابن منصور. ما سبب همك وحزنك يا أخي؟ الإمام موسى بن جعفر يا ابن منصور. أو أصابه مكروه لا سمح الله؟ لا يا محمد، ولكنه يمنع نفسه، ولا أظن إلا أن القوم أرادوا قتله والتخلص منه. ماذا؟ وكيف عرفت أنت ذلك؟ لقد كنت أراسله في سجنه، واليوم جاءني الجواب، وليتني لم أستهم ما فيه من خبره المؤلم. مؤلم؟ وهل كانت به وصايا إلى شيعته ومحبيه؟ نعم، هناك وصايا كثيرة. قل ما هي؟ كان يوصي بالتمسك بعروة الدين من آل محمد. والمسالمة له، والرضا بما قال، وأن لا يلتمس أحدا دينا غير الدين الذي جاءوا به. نحن على ذلك إن شاء الله. نعمل ذلك. نعم. فلا نكون كمن خان الله ورسوله وخان أماناته. نسأل الله أن لا نكون منهم يا علي. آه يا ابن منصور، كم كان يوصي بالضعفاء والمساكين، وكم كان يوصي بالأخوة والمحبة والولاء، وترك البغض والكره والعداوة. وماذا أيضا عليه؟ كان الإمام موسى بن جعفر يقول: ولا تقل لما بلغك عنا ونسب إلينا هذا باطل، وإن كنت تعرف منا خلافه فإنك لا تدري لما قلناه وعلى أي وجه وصفناه. آمن بما أخبرك ولا تفش ما استكتمناك من خبرك، إن واجب حق أخيك أن لا تكتمه شيئاً تنفعه به في أمر دنياه وآخرته. الله، ما هذه الأخلاق؟ وليتها تكون في المجتمع، فنكون أسعد الناس وأفضلهم تمسكاً بآل محمد. نعم. وأجب دعوتهم إذا دعاك، ولا تخل بينهم وبين عدوهم من الناس، وإن كان أقرب إليه منك وأجب في الله. ما أحوجنا إلى ذلك. كان الإمام يوصي ويؤكد ويقول: ليس من أخلاق المؤمنين الغش ولا العلا ولا الخيانة ولا الكبر ولا الخنا ولا الفحش ولا الأمر به. وماذا أيضا يا علي؟ كان الإمام يوصي ويقول: أحب لك ما أحبه لنفسي، وأكره لك ما أكرهه لنفسي. أتم الصلاة في الحرمين وعند قبر الحسين عليه السلام وبالخوف. نعم نعم يا ابن سويد زدني. كان الإمام يوصي ويقول: عليكم بالدعاء، فإن الدعاء لله والطلب من الله يرد البلاء، وقد قدر وقضي ولم يرد
يبقى إلا الله. فإذا دعي الله عز وجل وسئل صرف البلاء فصار. بس لا عليك تقول الكتاب كامل عملته يعني خلاص يا اخي ارحم الله بك عرفتي دماني والله. وانتم بعد يا ناس لازم تطلعون ولازم تتبحثون عن ائمتكم عشان تصيرون قدوه صالحه وحسنه الى ابنائكم.